دي امسح كل الانشطه من على الويب عندي او التطبيقات عندي، اروح داخل على الجيميل الخاص بي، اختار هنا البحث في البريد عشان تجي لي هذه المسوده، اروح نازل تحت ادوس على الترس اعدادات، ترس الاعدادات يعطيني الحسابات بتاعتي، اروح داخل على الحساب، الحساب ادارة حساب في جوجل، اروح داخل على ادارة الحساب، اروح داخل على البيانات والخصوصية، تمام، اروح داخل على هنا الانشطة في الويب، فين الانشطة في الويب، ندور الانشطة، التطبيقات، الأنشطة، فين الأنشطة؟ أنشطة الأماكن اللي زرتها، إعدادات التسجيل، النشاط على الويب، هذه يعني أفتح على طول ألاقيها قدامي، النشاط على الويب في التطبيقات، أيوة هيديني هذه إدارة عناصر التحكم في النشاط، تمام؟ أروح نازل كده إدارة كل النشاطات على الويب وفي التطبيقات اللي هي لونها أزرق، اروح دايس عليها، ابص هنا انا حازف اصلا كل شيء، اروح في كلمة حذف تحت اهي، حذف النشاط، اروح دايس عليها، جميع الاوقات، نعم جميع الاوقات تم الحذف اصلا، اروح اعمل اغلاق وتمام، لما تديني هذه الشجرة يعني الدنيا فاضية عندي، خلاص كله اتمسح، تمام، شكرا جزيلا.